كنت وذا دي طفرنا سوفي سوان غار وغميس ستوثليت نت مزيغ تيون دون ساوال سوما طفنا تيلي زرينغان النهار تزواران سوحري شلما نيجا درميان ذي عقلن للعسكار غنا وغارو سفدين التمهلت نوسر ولن القدار من 28 ألف نت كارتوني نندخن نتمهوريا بثافر رانيث ذي الولايا غنا الوديث ذي النيلة نتوفر انت حرس ذو كاميون ستشاريطو ويا عبد عبدالعلي رحومة مواصلة للنتائج المحققة من طرف المصالح العملياتية بمفتية أقسام الجمارك بالواد تمكنت الفرقة المتنقلة رفقة أفراد الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بالوادي من حجز 28 ألف علبة سجائر أجنبية مهربة كانت محملة على مثل شاحنة صغيرة تم تقديم المخالف أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية في طرف قاع زران د السوامانيه د لسان النين المذان اللي غرب زنان رنيا دي يزرين بين دي زوزارو ودا يغنا ونوس وفغنا تكتافين نو غرباز بين رنيا الصومام ينولان يا لسويران ام ديا ستكتافين نوس قوس ويس خمسه دو غرباز ام زو ام رنيا يلاد في جوج الاف وخمسميه ني دينارا غار ثلاث الاف وربعميه ني دينارا ما يلا غدين المذان نوس قوس ويس دو غرباز الماسي نرنا القدار تكتافين سن سي جوج وميه ني دينارا غار 3355 الاف وثلاثميه وخمسه وخمسين ني غار وحريش قم غيزان وسبدو لقديش ذا بوزال دي غار جبيلات ذو سنرنيا ان يمغيزن غيزن الولايان تبسا غتيان تزاير مقرن وسوزالينس ايو سنرنيا ان الغلاث ذو سقدش اكني ولم على دغان سوسفار بوزال اي دي زران الدقس نوسوثار ذو سوق نمضل الدور الثاني جاروث ذا يوليو يزرين يزرد الدقس اللقدي شات ذا سالت سفاقنا زيارة مورثن التركي كي وسنرني عن يمغزنة بسا يلاد في الدور اللقدي شد جم ثلاثة مليارانا لطن أمغيزي غيزي وشحال وش حال ذا سجواس غارج بلاد يتوسر في اللس الدقس نوسيرم يثري ثنا روح تذريم ثمثوث ذا جفدة بفريدنا البترول المنطقة الجنوبية الغربية ستتحرك وتكون فيها مناصب شغل يعني توفير مناصب شغل وأعتقد أنه ستكون هناك أيضا حركية اقتصادية عبر السكة الحديدية وعبر الفضاءات الأخرى التي يمكن أن نوصل بها المستخرجات من المعادن إلى الشمال تكلفة الاستيراد المواد الأولية هي التي تنخر من الاقتصاد الجزائري اليوم لما تكون عندك المادة الأولية وتصدري المادة الأولية ولا تصدريها خام يعني شيء مهم جدا بالنسبه للاقتصاد الجزائري يعني يحرك الاقتصاد وتحافظي على الخزينه العموميه وهذا هو الشيء اللي يهمنا اسقدش ني ماغي يزيد يسادز يثا لي ثندات الجزائر الحوج مقارنه دون دين سفاري من زاغ دي السوق نمضى و في دو غلق ديشد كمغيز افيير لقيود يونرني غل الجزائر بصفه عامه تستورد الحديد الخام من الخارج وهذا الحديد وهذا الحديد عرف ارتفاع رهيب في الاسواق العالميه بحوالي 50 الى 60% ووصلت اكثر من 100% من الارتفاع في بعض المواد التي تستعمل في في الانتاج الحديد دوك سنرني اني مغيزنت بالصغار في الدوغ لا قديش دك مغيز نغار جبيلات تزاير تيا غي شريق يوسق دا شي خيمه تسعى ذا الغلات دوفو يوعي وذن حقوق النوس نفار يدرنا خرافي ثلاثه ستين نيس قوسن تسليث الثمينوت ذي لقضي يمغيزان ذي تزير دوكسنتا للنظام سفيدين النين المذان يتيذيرن له لكن السكر سواهي لاني مراس ذي سواحة ذي الولاية نفقايث ذهي لان دا دي لان أسلم ون ذو حذر غفز مارتنسان أسخذ الانسولين ذا تسعيار السكر ذي من رابح صايش ذي زيادة تفاصيل استحفظنا آه مكير نكاث الانسولي نقولش آه وندارس نكاث آه مكير نستان طفارة رجي منا كويت يعجبي دي الحال مليح مليح خدم سكر مكش حال آه القرام ما نفث آه خمس قرام مثلا هنسوا ما نخدم الانسولين قياس السكر في الدم آه كيفية الحفاظ على الانسولين أماكن حقن الانسولين ونمشي ونزيد ونشوف واش لازم كيفاه لازم يرياجي الطفل الصغير

يلدي في بوراس وخامة سوخا ونزقوم ذي دي ثم دينت عين البيضاء الولاية غن ام البواقي اي وهي اللي لان السد ما الفايدة ذي ثلث نون ذو ذي موراس ثلث خمسة وسنة تسوني تسئي ونشرح ثم مرث ذو التمسيرين دي ترفقا ويا رشيد مقدم سيف البهلوان يأتي ضمن سلسله التظاهرات الثقافيه والمسرحيه التي ينظمها المسرح الجهوي بمناسبه موسم الاصطياف ارتئينا ان يكون تنشيط بهلواني حتى يعني تكون يعني عروض فنيه خفيفه على الاطفال نخلق من خلالها جو البهجه والمرح في قلوب الاطفال خاصة في هذا الموسم موسم الاصطياف والعطلة برنامج ثري ومتنوع تنشطه فرق يعني محلية مشاركتنا كانت بعرض عنوانه المرح هذا العرض هو عبارة عن ألعاب وأسئلة تربوية دينية للأطفال من أجل زرع فيهم روح المشاركة مع المهرجين طبعاً وكذلك من اجل الاستمتاع بالرقصات وغير ذلك. النهار منصتكم الاشهاريه. اختر منصتك لاعلان اشهارك. اول موقع اخباري في الجزائر. تويتر انستغرام فيسبوك يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الاشهاريه، اختر منصتك لاعلان اشهارك. اول موقع اخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الاشهاريه، اختر منصتك لاعلان اشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية. اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر. تويتر، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا